تقديم مشروع قانون متضمن الموافقة على الأمر رقم 2104 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية. والكلمة إلى ممثلة الحكومة السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان لتقديم المشروع، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة ثانية سيدي رئيس المجلس المحترم، زملائي أعضاء الحكومة، السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين، إطارات وزارة الدفاع الوطني، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم الموقر ممثلة للحكومة نص الأمر رقم 2104 المؤرخ في 18 أفريل 2021 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية للموافقة عليه، والذي يؤكد الإرادة الصادقة للقيادة العليا للجيش الشعبي الوطني وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أسدى تعليمات بضرورة التسوية النهائية للملفات المتعلقة بمطالب مختلف فئات المستخدمين العسكريين المتقاعدين. ويهدف هذا النص لدعم المنظومة التشريعية والتنظيم السري المفعول من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الشعبي الوطني ولذوي حقوقهم، وكذا الفئات الأخرى من المستخدمين المعنيين على غرار المستخدمين العسكريين في حالة نشاط. كما تندرج التدابير المتخذة في هذا الأمر الذي يقوم أساساً على مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية للتقاعد والمعاشات العسكرية للعجز، ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين من جهة، والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من جهة أخرى. ويتضمن قانون المعاشات العسكرية إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا، حيث تمثل التعديلات الأساسية المدرجة فيما يأتي. أولا، بعنوان الكتاب الأول، في هذا الأمر المتعلق بمعاشات التقاعد العسكرية تم إدراج أحكام هامة لا سيما فيما يخص المدة الفهمية للخدمة في الجيش. وفي هذا الخطاب، والاستفادة من التمتع الفوري من معاش التقاعد، تمت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في 25 سنة، وتكملت مدة 19 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية الحد السني الخاص بكل رتبة. بالنسبة لضباط الصف العاملين وحد السن المرتبط برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتقاعدين ورجال الصف. أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الذكور يكون حد السن الإحالة على التقاعد هو سن 60 عوضا عن 35 سنة من الخدمة الفعلية. وبشأن المستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، فقد حدد سن الإحالة على التقاعد ب 55 سنة
إجراء تأديبي أو لسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة. في نفس السياق والاحتساب معاش التقاعد، ينص التعديل المندرج على تحديد الرواتب الأساسية الأفضل التي تم تقاضيها خلال 5 سنوات الأخيرة عوضاً عن 3 سنوات الأخيرة. ثانياً، بعنوان الكتاب الثاني من هذا الأمر والمتعلق بمعاشات العجز العسكرية، تهدف الأحكام الجديدة المدرجة إلى التكفل بالأمراض والجروح التي حصلت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت اللواء منظمات دولية أو إقليمية، وكذا الوضعيات الجديدة التي طرحت لا سيما في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال الشجاعة أو كل عمل آخر يعتبر بمثابة الإرهاب. وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى تمديد أجل الوصول لإجراء الخبرة إلى 90 يوما ابتداء من تاريخ الشهر عوضا عن 30 يوم التي كانت مقررة بنفس السعر المفعول باستثناء الأمراض المعدية والأوبئة التي يجب أن يصرح بها في أجل لا يتعدى 30 يوم. أما بالنسبة للعسكريين الذين كانوا موضوع محضر لجنة مؤهلة بعد توقفهم نهائيا عن الخدمة أو شطبهم من صفوف الجيش الوطني الشعبي، فإن دفع منحة العجز على أساس التسوية يتم على بناء محضر اللجنة التي فصلت في نسبة العجز والمنسوبية للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج تعديلات أخرى تسمح بالجمع بعدة معاشات عجز لفائدة الأصول الذين فقدوا عدة أطفال، وجمع معاش يتيم عن صاحب معاش مختلفين. زيادة عن ذلك، فقد تم استبدال معاش شهري تكميلي لكل منهم. المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية والمعاني استدعاؤهم، والمستخدمين المدنيين الشبهين أصحاب معاش العجز فقط الذين لم يستوفوا شروط منح حق في معاش التقاعد العسكري. يكون هذا المعاش الذي يحدد مبلغه ب 27,000 دينار جزائري بموجب رسوم رئاسي إلى ذوي الحقوق بنفس صيغة منح معاش العجز العسكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجانسة الأحكام الجديدة تمتد إلى النظام العام للتقاعد والنظام الاجتماعي عن طريق مطابقتها لشروط السن بالنسبة لليتامى المدفونين مع أحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، وتحديد بموجب قرار وزاري لمبلغ الزيادة الخاص بالزوج المكفول بعنوان زوج واحد مكفول فقط، بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية، وتقسيم معاش الأيلولة بأقساط متساوية بين اليتامى القصر. كما يجدر التنويه أيضا إلى أنه تم تنديد على عاتق الدولة حصريا الاستفادة من الضمان الاجتماعي لأصحاب معاش العجز العسكري فقط. كما يجدر وعيد التنويه أيضا إلى أنه تم تمديد على عاتق الدولة حصريا الاستفادة من الضمان الاجتماعي لأصحاب معاش العجز العسكري فقط، شريطة ألا يزاولوا هم وأزواجهم أي نشاط مهني. وعموما، تهدف الإجراءات الجديدة على مستوى الشكل إلى مطابقة بعض المصطلحات المستعملة في قانون المعاشات العسكرية مع أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين. سيدي الرئيس الفاضل، السيدات والسادة النواب، وفي الأخير أؤكد أن وزارة الدفاع الوطني تسعى في إطار سياستها المنتهجة إلى التكفل الأمثل بالانشغالات جميع فئات أفراد الجيش السابقين بحدود ما يسمح به التشريع والتنظيم المعمول به.